فالوفاق ما تملك أن تتخذ قراراً مستقلة أن تتخذ مستقلة قراراً في حق الشعب. وقلت أنا في خطبة الجمعة بأن ماذا نعم في هذه الحالة ستمثل نفسه. وضع آية الله الشيخ عيسى قاسم محددات أساسية أمام جمعيات المعارضة المرخصة في تعاطيها السياسي مع النظام الخليفي، وأكد أن على هذه الجمعيات عدم التساهل في الحقوق الأساسية للشعب وأن تبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك. الشيخ قاسم الذي كان يتحدث في لقاء نظمته جمعية الوفاق مع عوائل الشهداء تناول ما يوجهه إلى الوفاق من انتقادات وملاحظات، وقال بأن الوفاق لا تملك مفاتيح الحل وأنها لم تفرط بحقوق الشعب تساهلا، مشددا على أن الجمعية لا يمكن تتخذ قرارا بشأن الشعب من غير الرجوع إليه. متابعون وضعوا حديث الشيخ قاسم في إطار تأكيداته السابقة بعدم التنازل عن الحدود الأساسية من المطالب الشعبية وتثبيته لمرجعية القرار الشعبي في الشؤون التي تتعلق بالاتفاقات مع النظام باسم الشعب. وفي حين ركز الشيخ قاسم حديثه عن الوفاق لكونها مرخصة كما قال، فإنه طالبها ببذل الحد الأعلى الممكن من الجهود لاسترداد الحقوق، وألمح إلى عدم سواسية كل أعضاء الوفاق في المواصفات التي يتأملها جميع الناس، مثمنا في الوقت نفسه مواقف القيادات الأخرى التي لا تنتمي لها، وهو ما حدا بالشيخ قاسم للتشديد على الرجوع للشعب واعتراضه على أي اتفاق لا يمر عبر هذه المرجعية. ألا توقع على أي نوع من الاتفاق باسم الشعب من غير الرجوع إلى الشعب.